تستعرض دولة الاحتلال الروسي عضلاتها في سوريا وتجرب أسلحتها الحديثة في المناطق المحررة. جديد ذلك إعلان رئيس اللجنة العلمية العسكرية التابعة للقوات المسلحة الروسية إيغور ماكوشيف أن الخبراء العسكريين الروس أجروا خلال العام الماضي اختبارات على استخدام أكثر من 200 نموذج من الأسلحة في سوريا، وفقاً لما نشرته وكالة سبوتنيك الروسية. على حساب الدم السوري الذي سفكته موسكو والأرض التي احتلتها، تتبجح بأنها ستعدل وتطور خطط نظم الأسلحة، وأن عسكريها سيواصلون جمع البيانات بشأن استخدام الأسلحة والقوات في سوريا التي حولتها إلى محميات عسكرية روسية. مجرم الحرب فلاديمير بوتين اعترف قبل نحو عام بأن الطلب على الأسلحة الروسية ازداد بشكل حاد على مستوى العالم على خلفية عمليات القوات الجوية والفضائية والقوات المسلحة الروسية بشكل عام في سوريا، والتي أفضت إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء. بينما كان السوريون يشيعون شهداءهم الذين راحوا ضحية قصف طائرات موسكو، كانت أركان الحرب الروسية تقول إن عملياتها العسكرية في سوريا ساعدت في الكشف عن عدد من العيوب في الأنواع الجديدة من الأسلحة، لتثبت مجدداً استغلالها للمشهد الميداني في سوريا لتحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية والعسكرية. تثبت ذلك الوقائع، ففي تقرير للمركز الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم صدر في ديسمبر كانون الأول 2015، أظهر استناداً إلى نتائج الشركات 100 الأكبر عالمياً في بيع السلاح، أن المبيعات الروسية تشهد ازدهاراً، حيث ارتفعت بنسبة 50%، في حين تشير التوقعات إلى أن بيع الأسلحة الروسية هذا العام سيصل إلى 14 مليار دولار. وفقاً لصحيفة موسكو تايمز، فإن الشركات الروسية استثمرت ما مجموعه 20 مليار دولار في سوريا منذ عام 2009، وإذا فقد نظام الأسد السلطة فسيتم إلغاء هذه العقود، ناهيك عن نمو صادرات بيع الأسلحة الروسية وتوسع رقعة المناطق التي تحتلها في سوريا بمباركة ورضاً وتسليم من نظام الأسد، أمور يسفك من أجلها قاتل الأطفال فلاديمير بوتين الدم السوري بلا هوادة.